بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم طريقة رسم منحنى بياني. لماذا هذه الدروس؟ لأن بطبيعة الحال احتمال أن ترد في الشهادة وارد جدا، وكذلك لها نقطتها المهمة، فيجب علينا التعرف على كيفية رسم المنحنى البياني بجميع خطواته. وفيما بعد إن شاء الله سوف نتعلم رسم أعمدة بيانية ودائرة نسبية. بالنسبة لرسم المنحنى البياني، فيجب توفر مجموعة من الوسائل، منها قلم الرصاص والممحة والمسطرة، وفي بعض الحالات يمكن حتى استعمال الألوان مثل الحالة التي سوف نتعرف عليها اليوم. ونفس الشيء بالنسبة للأعمدة البيانية. أما الدائرة النسبية فيلزمك عزيزي التلميذ بالإضافة إلى هذه المواد أو الأدوات، يلزمك مدور ومنقلة. ولنبدأ على بركة الله في طريقة الرسم، وأخذنا مثالا على ذلك شهادة تعليم متوسط دورة جوان 2011. الجزء الأول على 4 نقاط، يقول السؤال: إليك جدول يمثل إنتاج الحبوب في الجزائر، والجدول فيه مجموعة من السنوات من 1995 إلى 2003، وكمية الإنتاج في كل سنة والمقدرة بمليون قنطار. المطلوب: مثل الجدول بيانيا، وما هي ملاحظاتك مع التعليل؟ قبل أن نبدأ يجب تجنب الخطأ التالي، وهو رسم المنحنى من اليمين إلى اليسار. فالرياضيات لغة عالمية، وهذه الرسومات يجب أن نتقيد بهذه الرسومات التي لا اجتهاد فيها، فيجب أن يكون الرسم من اليسار نحو اليمين وليس العكس، باعتبار أن التلميذ يدرس في الرياضيات وحتى في الفيزياء والعلوم رسومات بيانية، يجب أن تكون أو يتقيد دائما أن تكون من اليسار نحو اليمين. فيجب حتى بالجغرافيا مثل الرسومات التي سوف نرسمها أن يكون رسمنا يبدأ من اليسار نعم إلى اليمين. نعود إلى السؤال، فالملاحظة المهمة الموجودة هنا هو عدم وجود مقياس الرسم الذي نعتمد عليه في رسم هذا المنحنى، لذا اخترت مقياس رسم مناسب لهذا الجدول، وهو 1 سنتيمتر يقابله 5 مليون قنطار، و1 سنتيمتر يقابل سنة. نبدأ أولا في رسم خطين اللي هما محور الفواصل ومحور التراتب. وعزيز التلميذ، الورقة المليمترية سوف تجدها أنها ورقة مرقمة من 0 إلى غاية 15 وما إلى غاية 30، ونفس الشيء بالنسبة لمحور الفواصل في الجانب الأسفل من 0 إلى 20. فلك حرية التقيد بهذه الأرقام أو رسم منحنى أو رسم محور الفواصل والتراتيب محورين آخرين بعيدين عن الخطان المقدمان في الرسم. مثلا نرسم محور الفواصل والتراتيب في الجزء هذا،
ليسهل علي كتابة الأرقام بطبيعة الحال في هذا المكان. إذن المبدأ دائما يكون صفر، ونبدأ نجسد مقياس الرسم الأول والذي هو 1 سنتيمتر يقابل 5 مليون قنطار. لكن قبل أن نبدأ، أين نضع الإنتاج وأين نضع السنوات؟ في هذه الحالة ودائما وأبدا لما يكون هناك جدول يوجد فيه السنوات، فدائما السنوات تكون في محور الفواصل، يعني نضعها هنا في الأسفل، وما تبقى مثل حالتنا اليوم الإنتاج يكون في محور التراتيب. كذلك إذا كان في الجدول على سبيل المثال كلمات، مثلا مجموعة من الدول، نفترض على سبيل المثال جدول فيه مجموعة من الدول الجزائر تونس المغرب، إذن هي عبارة عن كلمات، فتوضع هذه الكلمات تكون توضع في الأسفل في محور الفواصل أو المحور الأفقي، بينما ما تبقى يوضع في المحور العمودي. إذن نبدأ أولا من المبدأ صفر، ونتقيد بالمقياس الذي أخذته، كل 1 سنتيمتر يقابلها 5 مليون قنطار. نعم، 5، إذن ها 1 سنتيمتر 5 مليون قنطار، ثم 10، 15، 20، 30، 35، 40، 45، ثم 50. لماذا توقفنا عند 50؟ لأن أعلى قيمة في الجدول هي 49، فنتوقف عند الرقم الأعلى من هذه القيمة، ثم نضع السهم بهذا الشكل ونكتب ما يوجد في الجدول. ماذا يوجد في الجدول؟ الكلمة هنا هي الإنتاج، لكن نضيف بين قوسين دائما الوحدة، مليون قنطار. لماذا نضيفها هنا؟ لتجنب كتابتها أمام كل رقم، فتقرأ هذه الأرقام 5 مليون قنطار و10 وما إلى ذلك بدون تكرارها أمام كل رقم. بالنسبة للسنوات، لا نبدأ من الصفر بطبيعة الحال، بل نضع أول سنة موجودة في الجدول، نضعها على أول سنتيمتر في الورقة المليمترية. مثلا هنا في هذه الحالة نكتب سنة 1995، ثم نجسد مقياس الرسم المطلوب، كل 1 سنتيمتر نضيف سنة أو يقابلها سنة. إذن 1 سنتيمتر هنا 1996، ثم البقية 97، 98، 99. لكن لاحظ عزيزي التلميذ أن سنة 2000 غير موجودة على الجدول، فهل نهملها نحن على الرسم؟ لا بطبيعة الحال، فسنة 2000 مكانها في هذا المكان، في هذه النقطة بطبيعة الحال، ويجب إما نكتبها سنة 2000 أو نترك مكانها فارغ، ومن الأحسن أن نترك مكانها فارغ لكي لا يختلط علي الرسم. إذن سنة 2000 لا نحتاجها، لكن نترك مكانها، نذهب إلى سنة 2001، 2002، و2003، ثم نضع السهم بهذا الشكل
ونكتب السنوات. وبالتالي جسدنا مقياس الرسم الذي طلب منا. فيجب الآن وضع كل سنة ما يقابلها من كمية الإنتاج، ودائما نتقيد بما يوجد في الجدول. فسنة 1995 كمية الإنتاج 21.3، 1995 إذن مع هذا 21 تقريبا. نضع النقطة الأولى، ثم 1996 49، 1997 8.6 بالتقريب، 98 30، 99 20.2، 2000 غير موجودة، 2001 26.5، 2001 26، 2002 19، 2003 42.6، 42.6 تقريبا. فتحصلنا بالتالي على هذه النقاط. فماذا نفعل الآن؟ بالمسطرة ونبدأ الرسم. والرسم يكون من الأحسن بقلم مغاير، قلم ملون آخر. نرسم المنحنى، ويجب الربط بين كل نقطة والتي تليها مباشرة. يعني مثلا، ونبدأ من أول نقطة، أول نقطة موجودة هنا، فنربطها مع النقطة التي تليها، لا يجب ربطها مع النقطة الثالثة ثم الرابعة، لا، يجب ربط النقطة والتي تليها مباشرة، مثلا بهذا الشكل. ثم النقطة الثانية مع الثالثة باستعمال المسطرة، لا نستعمل اليد مثلا في الربط بين هذه النقاط، بل من أحسن نستعمل المسطرة. وهناك بعض الخطأ أو الأخطاء تتكرر مع التلاميذ، وهو أنه يبدأ من الصفر. نعم، يبدأ من الصفر. إذن هذا المنحنى تحصلنا عليه، هناك بعض التلاميذ يبدأ الرسم من الصفر ويصله بأول نقطة ثم بقية النقاط. هذا خاطئ بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن لو قرأنا الرسم هذا، فإن هذه السنة في الحقيقة، هذه السنة تمثل لنا سنة 1994. نعود بسنة إلى الخلف، 1994، يعني في سنة 1994 لا يوجد إنتاج القمح أو الحبوب، وهذا خاطئ. فيجب، أو كان هناك بطبيعة الحال كمية إنتاج محددة غير موجودة عندنا في الجدول، لكن إذا رسمت بهذا الشكل وبدأت من الصفر، فأنك تقول، كأنك تقول بطبيعة الحال، أن هذه السنة 94 لم يكن فيها إنتاج الحبوب، وهذا يعتبر خاطئ. لذا الرسومات المنحنى البياني نبدأ من أول نقطة إلى غاية آخر نقطة، ولا نبدأ من الصفر. هل الرسم انتهى؟ لا بطبيعة الحال. الرسم ينقصه شيئين، أولهما تجسيد مقياس الرسم الذي طلب منا والعنوان.
نجسد مقياس الرسم. كيف نجسد؟ هذا المجال نتركه للرسم، لا داعي للكتابة داخل الرسم أو الرسم أو التلوين داخل الرسم. فيجب أو نذهب إلى مكان هنا في الأعلى ونرسم خطين طول كل واحد فيهما 1 سنتيمتر مشابهين لخطين الفواصل والتراتيب. إذن هذا الخط موازي لمحور التراتيب، طوله 1 سنتيمتر. نضع فيه المقياس الذي أخذناه في البداية، فكل 1 سنتيمتر أخذنا 5 مليون إمتار، وواحد سنتيمتر في هذه الحالة يمثل للسنوات موازي لمحور الفواصل، فهو يمثل السنوات، وأخذنا كل 1 سنتيمتر أخذنا 1 سنة. إذا جسدنا مقياس الرسم الذي أخذناه على الرسم، يبقى لنا ماذا؟ العنوان. كيف نستخرج العنوان؟ أولا، أي عنوان لأي رسمة يبدأ بالشيء الذي رسمته، فأنا رسمت منحنى بياني، إذا نكتب في الأعلى أو في الأسفل، نتجنب الكتابة هنا في الوسط، نختار مكان في الأعلى أو في الأسفل، نكتب ما رسمت. إذا أنا رسمت منحنى بياني، نكتب منحنى بياني. لو رسمت دائرة نسبية نكتب دائرة نسبية، لو رسمت أعمدة بيانية نكتب أعمدة بيانية، حسب الشيء الذي رسمته. ثم نواصل. لمعرفة ما نواصل نعود إلى السؤال المطروح، هذا الجدول يمثل ماذا؟ يمثل إنتاج الحبوب في الجزائر. إذن هذا المنحنى منحنى بياني لإنتاج الحبوب في الجزائر. ومن الأحسن عنوان الرسم يكون في إطار. تعود عزيزي التلميذ على هذه الخطوات لأنها سوف تبقى معك حتى الثانوي إن شاء الله. وبهذه الحالة نكون قد أنهينا المنحنى البياني والذي عليه نقطتان حسب الإجابة النموذجية التابعة لهذا السؤال. ننتقل الآن إلى الإجابة على الأسئلة المطروحة، وأول أو ثاني سؤال هو ما هي ملاحظتك مع التعليل؟ نبدأ أولا مع الملاحظة. ماذا نلاحظ عزيز التلميذ؟ لاحظ جيدا. ما هو الشيء الملاحظ؟ نعم، نلاحظ أن المنحنى مرة يتصاعد مرة يتنازل، مرة في سنوات نجده تصاعد، في سنوات أخرى تنازل. إذن يمكن نكتب هذه الملاحظة، نلاحظ أن المنحنى مرة يتصاعد ومرة يتنازل. هذه تسمى تذبذب، منحنى متذبذب، يعني مرة يتنازل مرة يتصاعد. نذهب إلى التعليل. التعليل يكون عبارة عن سؤال، لماذا يصعد المنحنى؟ ما السبب؟ ولماذا ينخفض المنحنى؟ لماذا الحبوب في سنة هذه كان في 95 كانت 21
السنة التي بعدها 96 وصلت حتى 49. ولماذا في السنة 97 انخفضت؟ هذا هو السؤال الذي يجب طرحه. فمن السبب الآن؟ يلا نقترح بعض الأسباب. ربما سبب نزول المنحنى وقلة إنتاج الحبوب في هذه الحالة ربما بسبب النزوح الريفي. ما معنى النزوح الريفي؟ وهجرة سكان الأرياف نحو المدن، فبالتالي أهملت الزراعة فكان الإنتاج الحبوب منخفض بالشكل هذا. هذا كاقتراح طبيعة الحال، لكن كيف نجيب على السنة التي بعدها لما ارتفع؟ هل سبب الارتفاع الآن عودة سكان من المدينة إلى الريف؟ هل رجعوا إلى الأرياف التي كانوا فيها واهتموا بالزراعة فزاد الإنتاج ثم عادوا إلى المدن، نزحوا إلى المدن؟ إذن هذه يعتبر إجابة خاطئة. فالنزوح الريفي في هذه الحالة لا يمكنه أن يؤثر على إنتاج الحبوب في الجزائر. فهل من سبب آخر؟ الأمطار هي السبب. فكمية الأمطار ما بين 95 إلى سنة 96، كمية الأمطار في سنة 96 كانت كبيرة في الجزائر، فبالتالي أدى إلى زيادة إنتاج الحبوب بسبب كثرة الأمطار التي تسقي هذه الحبوب، فكان الإنتاج كبير. والسنة التي بعدها 97 عرفت قلة الأمطار والتساقط وكميات التساقط، وهذا ما أدى إلى قلة كمية الإنتاج الحبوب، فتنازل المنحنى إلى أقصى كمية في الجدول. ثم السنة التي بعدها زادت الأمطار فزادت الإنتاج وإلى غير ذلك. السبب في هذه الحالة الأمطار، ويعتبر سبب معقول عكس النزوح الريفي الذي رأيناه تحليله الآن. ونقول أن تذبذب المنحنى تذبذب الأمطار. فكلما كانت الأمطار فكلما كانت الأمطار كثيرة كلما زاد الإنتاج، والعكس صحيح. يمكن نسأل نفوسنا في أي سنة عرفت الجزائر كميات أمطار كثيرة، رغم أن الجدول لا يمثل لنا الأمطار. فمباشرة نبحثنا نجد أعلى قيمة لكمية الإنتاج هي سنة 96، فنقول أن سنة 96 عرفت الجزائر أمطار كثيرة. وما هي السنة التي حدث فيها جفاف في الجزائر؟ إذن مباشرة حسب الجدول أو حسب الرسم نعرف أن سنة التي حدث فيها جفاف هي سنة 97 بسبب قلة كمية الإنتاج الموجودة في الرسم. نذهب الآن إلى الاستنتاج. ماذا نستنتج حسب ما رسمناه؟ نستنتج أن زراعة الحبوب في الجزائر زراعة مطرية
ما معنى زراعة مطرية؟ يعني تعتمد زراعة الحبوب في الجزائر على الأمطار، فكلما كانت الأمطار كثيرة كان إنتاج الحبوب في الجزائر كبير، والعكس صحيح. هذا هو التعليل والملاحظة والاستنتاج. أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيد لكم. نلتقي إن شاء الله فيما بعد مع طريقة رسم الأعمدة البيانية والدائرة النسبية. تمنيات لنا بالتوفيق لجميع التلاميذ إن شاء الله في شهادة التعليم المتوسط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.